الحمد لله، اليوم أول يوم فعلي الرالي قطر. عندنا 3 مراحل. طبعا المرحلة الأولى تقريبا 20 كيلو، المرحلة الثانية 15، المرحلة الثالثة تقريبا 22 كيلو. مراحل طبعا رف وصعبة للبنشر، كثير يمكن يكون فيها بنشر. ان شاء الله نمشي نحافظ على السياره، نوصلها للصيانه اللي بعد 3 مراحل سليمه. هذا اهم هدف بالنسبه لنا، باوقات كويسه. 5 4 3 2 1 go. Easy right, extra extra long, top exit, let's keep right row, top 50 turn left 3, top 50 turn left 3. Right 7, 60, hairpin left 2, plus plus. Oh, 150. اي الحمد لله، كانت مراحل صعبة اليوم 3. كان عندنا طعج في الارم الخلفي، اخرنا تقريبا 50 ثانية في اول 3 مراحل، بس الحمد لله قدرنا نوصل السيارة للصيانة، هذا اهم شيء. Right 7 plus, into left 7, extra, extra long, 80. الحمد لله، اهم شيء خلصنا في المركز الثاني اليوم الاول، هذا اهم شيء. صارت لنا مشاكل اليوم في الدف، عندنا عطل وصار عندنا بنشر، بس اهم شيء المركز الثاني في اول يوم في بطولة الشرق الاوسط. بقي بكره ان شاء الله نكمل على المركز الثاني ونحاول نوصل للمركز الاول. لو يصير المركز الاول مو بعيد، دقيقه و17 ثانيه تقريبا، يعني اي بنشر، نص بنشر مو بنشر، على طول نجيبه. لسه الرالي طويل، بقي بكره ان شاء الله نحاول نضغط ونشوف ايش يصير.